ناقش الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال زيارة للقاهرة، هي ثاني زيارة يقوم بها خارج السودان منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه. ناقش مع الرئيس المصري حسني مبارك التطورات المحيطة بقرار المحكمة الذي يعرضه لخطر الاعتقال حال مغادرته السودان للخارج. التفاصيل في هذا التقرير. بحثات مبارك والبشير شهدت تأكيد مصر بعد وصوله إلى القاهرة وفي ثاني رحلة له للخارج منذ أمرت محكمة الجنايات الدولية بالقبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. نتيجة ناقش الرئيس السوداني عمر البشير مع الرئيس المصري. في باكستان أعلن مسؤولون أمنيون أن 7 أشخاص قتلوا في غارة يشتبه أن طائرة أمريكية دون طيار نفذتها في منطقة جنوب وزيرستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتعرف أيضا معقل طالبان في شمال غرب باكستان. وصرح المسؤولون أن الصاروخ سقط على مجمع في منطقة مكين التي تعتبر معقل مسلحين يشتبه أنهم من الأفغان والباكستانيين، كما تشير تقارير استخباراتية إلى تواجد القاعدة في تلك المنطقة. برعاية بنك المشرق الذهبي تم الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لتأسيس The Flying House، وهي مؤسسة أنشئت لتشجيع الفن الإماراتي المعاصر وتضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تمثل جزءا من الحركة الفنية الإماراتية المعاصرة. إضافة فنية أخرى مبتكرة للمشهد الفني والإبداعي الذي ترعاه إمارة دبي بين حين وآخر،